نعم، لا أعتقد أن هناك مفاجأة، خاصة أن البارحة كانت الإدارة الأمريكية توضح بأنها تعارض هذا المشروع. هناك اتفاق استراتيجي بين إسرائيل والولايات المتحدة على عدم خروج المقاومة الفلسطينية منتصرة، وهناك ضوء أخضر للهجوم على رفح، ولكن ضمن خطة واضحة لتفادي قتل عدد هائل من المدنيين. وأيضا هناك ضوء أخضر من عدة دول أوروبية من ضمنها ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا لدخول رفح، ولكن يطالبون باتخاذ إجراءات لتقليل عدد سقوط الضحايا المدنيين تحت مبدأ حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها، رغم أن هذا الحق يتعارض كليا مع ميثاق الأمم المتحدة في المادة 52، خاصة وأن الأراضي التي يهاجمها إسرائيل أراضي محتلة وتخضع تحت سيطرتها، ليست دولة أخرى تتمتع بجيش وتتمتع بقوة عسكرية لكي تهاجمها وتستخدم كل هذه القوة، وخاصة أن مبدأ استخدام القوة يخضع لشرطين أساسيين وهو التناسب وأيضا الضرورة. لا يوجد هناك ضرورة لاستخدام كل هذه القوة المفرطة وخاصة في عملية قتل المدنيين، ولا يوجد هناك تناسب في الإمكانيات العسكرية في استخدام الطيران الذي الأحدث في العالم مع أسلحة فتاكة على مدار 135 يوم. لا يوجد هناك أهداف عسكرية لقصفها بهذه الطريقة الوحشية. هناك تناقض ونفاق من الولايات المتحدة فقط للبحث عن الضغط على المقاومة وانتزاع ورقة الأسرى من أيدي حركة حماس والجهاد الإسلامي. هذا هو الهدف الأساسي، والهدف الثاني هو الضغط عليهم لعملية استسلام سواء ميداني أو استسلام على المستوى السياسي. سيناريو الاستسلام على المستوى السياسي هي الأفضل بالنسبة لهم، وخاصة بإدخال سلطة فلسطينية داخل قطاع غزة لتجريد قطاع غزة من السلاح. هذه ضمن بعض السيناريوهات التي تتناقض مع الإدارة الأمريكية وإسرائيل التي تحاول البقاء في قطاع غزة وضمان سيطرة كاملة عسكرية في إدارة قطاع غزة، وخاصة في فرض حزام أمني وأيضا في فرض مناطق تحت سيطرة الجيش كشمال قطاع غزة. خطط كثيرة متفق عليها تحت بند القضاء على المقاومة المسلحة في قطاع غزة. هذه الاستراتيجية، لذلك كان هناك استخدام حق نقد الفيتو، لأنهم يعتبرون أي ضغط في وقف إطلاق النار هو انتصار للمقاومة الفلسطينية وأيضا هزيمة لإسرائيل على المستوى السياسي. لأن مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن أشارت إلى أنه يعني هم اتخذوا القرار ده عشان ما يؤثروش سلبا على المفاوضات الجارية الآن برعاية مصرية وقطرية. يعني برضو ما فهمتش هذه الجزئية، لو توضح لنا ماذا تقصد بأنه يؤثر؟ نعم، الإدارة الأمريكية تعتقد بأن فرض وقف إطلاق النار من قبل مجلس الأمن على قطاع غزة هو فقدان أحد الأدوات والأوراق المهمة للضغط على حركة حماس لقبول شروط معينة. لذلك يعتقدون بأن دخول الأمم المتحدة ومجلس الأمن في هذه الصفقة سيعرقل نجاحهم في فرض صفقة حسب طلبات الحكومة المتطرفة ونتنياهو الذي يعارض معارضة شاملة انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة ورفع الحصار ووضع برنامج واضح لإعادة الإعمار وأيضا لوقف إطلاق النار وأيضا لعدم اقتحامات المسجد الأقصى وفك الحصار على المسجد الأقصى في مدينة القدس. هم يريدون ابتزاز المقاومة الفلسطينية بفرض شروطهم، ويعتقدون أن أي قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات سيضعف موقفهم في الضغط على المقاومة، وخاصة في عمليات قتل المدنيين ووضعهم في حالة صحية وحالة إنسانية لا تطاق، من أجل أن تقوم حركة حماس بتقديم تنازلات لوقف هذا الاستنزاف. هو حتى الضغط بيزيد كمان في الداخل، وحضرتك يعني أستاذ القانون في جامعة القدس، حتى في القدس الإعلان عن
يعني تضييقات شديدة لهذا العام قبل شهر رمضان، يعني أكيد حضرتك برضو مطلع على ما يدور، لو تقدر تنقل لنا الصورة أيضا. نعم، هناك موافقة للضغط على الفلسطينيين بمنع المصلين من الدخول إلى المسجد الأقصى في شهر رمضان. هم يعنون الفلسطينيين في مدينة القدس نفسها وأيضا في أراضي 48 وأيضا في الضفة الغربية، ولكن نتنياهو عدل الشروط بحيث يمنع كل من هو أقل من 50 عام من دخول باحات المسجد الأقصى حتى لو كانوا مقدسيين. إذا كان أحد يسمح له بدخول باحات المسجد الأقصى يجب أن يتجاوز عنه فوق 50 عام. كانت هناك شروط بإدخال فوق 70 عام لفلسطيني الأراضي المحتلة عام 1948، وهذا طبعا شيء غير مقبول، وبعتقد أن هذا القرار تم اتخاذه ضد رأي الأجهزة الأمنية الإسرائيلية التي تعارض معارضة شاملة وكاملة لهذه الإجراءات التي قد تؤدي إلى انفجار الضفة الغربية وقطاع والقدس كما حدث في عام 2021 وأيضا في الأراضي 48. ولكن حتى الآن هناك موافقة رسمية على اتخاذ هذا القرار. أنا بشكر حضرتك طبعا ربنا. يعني العمل أيوة تفضل. نعم، هو الهدف الأساس هو تجريد المسجد الأقصى، فرض السيادة الإسرائيلية وأيضا تفريغه من المصلين كما فعلوا منذ 7 أكتوبر حتى اليوم. رواد المسجد الأقصى طلع عددهم بنسبة تقريبا 90%. هما تقريبا وضعين تحت 15 وفوق ال 60 تقريبا، ده قريت كده، او يعني اللي هو تقريبا ما حدش يروح. نعم. يعني اللي هو ما حدش نعم يروح. نعم تقريبا. نعم دكتور امجد، يعني دعواتنا مع حضرتك ومع كل اشقائنا الفلسطينيين، وان شاء الله هذا الليل هنقشع. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. يعني تواصل طبعا الاجرام على